بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. اسمحوا لي في البداية مرة تانية أن أرحب بفخامة الرئيس في بلده التاني مصر، ولا في بلده، لا مش في بلده التاني، في بلده مصر، وبين أبناء شعب مصر، أبناء النيل، ذلك النهر العظيم الذي جمع مصر والسودان ووحد مصير شعبيهما في شمال وجنوب الوادي برباط وثيق ودائم. أود أن أشير إلى سعادتنا البالغة بتلك الزيارة الهامة لرئيس جمهورية السودان الشقيقة إلى مصر، والتي تأتي في توقيت تتوحد فيه الإرادة السياسية والشعبية في البلدين لتحقيق طفرة نوعية غير مسبوقة في علاقاتهما الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بشكل يرقى إلى تطلعات الشعبين ويعظم الاستفادة المشتركة من القدرات البشرية والاقتصادية الهائلة المتوفرة لدى البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود. لقد دارت مناقشات مستفيضة بيني وبين فخامة الرئيس البشير، تناولت سبل تفعيل التعاون بين البلدين، حيث اتفقنا على ترفيع مستوى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، على أن تعقد لقاءات بين الوزراء المعنيين بمختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة لضمان الإعداد الجيد للجنة العليا المشتركة. كما تناولت المناقشات أيضا التطورات على الساحة الإقليمية سواء الأفريقية أو في الشرق الأوسط، وقد استحوذت الأوضاع في ليبيا على شق هام من المحادثات، حيث تم الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق ودعم الخيارات الحرة للشعب الليبي ومؤسساته الشرعية وفي مقدمتها الجيش الوطني الليبي. السيدات والسادة، أستطيع أن أقول أن محادثاتنا كانت إيجابية للغاية، وعكست حرص قيادتي الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية والاتفاق على ضرورة تعزيز آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واسمحوا لي في هذا الإطار أن أرحب مجددا بشقيقي الرئيس عمر البشير. وقبل ما أعطي لفخامته الكلمة، اسمحوا لي أن أنا أخرج عن السياق وأقول بناء العلاقات بين الدول، بين مصر والسودان، بيحتاج مننا كلنا، بيحتاج مننا كلنا إلى الحرص والعمل على أن العلاقات دي تستمر بالقوة والفاعلية اللي احنا عايزينها، وده مسؤولية لينا كلنا، مش بس لمؤسسات الدولة، مش بس للإرادة السياسية للرئيسين أو للحكومتين، كمان لأجهزة الدولة الأخرى، للإعلام على سبيل المثال. احنا محتاجين نخلي بالنا من كل كلمة بنقولها إذا كنا حريصين على أن العلاقات بين البلدين، مش بس بين البلدين، بيننا وبين، نخلي بالنا كلنا في كل كلمة بنقولها، لأجل أن العلاقات بين الدول تستمر وتزيد تقوى، وده بيحتاج مننا احنا كمسؤولين كمان لصبر وفهم. ومرة تانية أهلا بيك فخامة الرئيس وبضيوف مصر الكرام، أهلا وسهلا، واسمح لي أن حضرتك تتفضل بكلمتك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الأخ الرئيس مرتاح السيسي والإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أول حاجة عايز
أؤكد أولا على كل الكلام اللي قاله الأخ الرئيس السيسي في ما تناولناه في هذه الزيارة من موضوعات، وحقيقة كان التوافق كاملا بيننا في كل الموضوعات المطروحة، سواء على المستوى الثنائي أو العلاقات الإقليمية أو الدولية. مبدأنا في التعامل أنه نحن نبدأ بالأشياء المتفق عليها ونبني عليها ونمتنا، وهي بالتالي حتساهم مساهمة فعالة في تجاوز كل العقبات الممكن تثار حوز هذه العلاقات. أنا بؤكد الآن وبعد اللقاء، وده اللقاء الثاني مع أخي وشقيق الآخر الرئيس السيسي، أنه الآن في إرادة سياسية قوية جدا متوفرة للانطلاق بهذه العلاقة بين البلدين، لأن هنالك من الروابط اللي تعلموها جميعا بين البلدين غير موجودة بين أي بلدين آخرين، وهنالك مصالح ممكن أن تتحقق لمصلحة البلدين والشعبين بتمتين هذه العلاقة. الأخ الرئيس أشار للإعلام، وزمان الناس كان بتقول الناس على دين ملوكها، لكن الآن أصبح الناس على دين إعلامهم. فالإعلام له دور خطير جدا، قد يكون دور بناء أو دور هدام، لكن أنا عايز أقول لكم ما اتفقنا عليه أنا والأخ الرئيس السيسي وما تفهمنا عليه لن تؤثر عليه أجهزة الإعلام أبدا، لأنه ده بناء متين وأساس قوي بنبني عليه هذه العلاقة، لن تهز أي رياح أو عواصف مهما كانت. لكن الدور البناء للإعلام مطلوب، لأنه قد يترك بعض الرواسب في النفوس المواطنين هو هناك. نحن بنقول كأجهزة الدولة التزمنا أن نزيل كل العوائق اللي تمنع التواصل والتبادل المنافع بين البلدين، ويكفي دليل حرصنا أن نحن اتفقنا على ترفيع اللجنة الوزارية إلى لجنة رئاسية، وهذه اللجنة حتجتمع مرة في الخرطوم ومرة في القاهرة عشان ما تتابع ما يتفق عليه بين أجهزة الدولة في مستويات مختلفة. احنا لا نتكلم عن أجهزة الدولة الأجهزة الرسمية، حتى مؤسسات المجتمع المدني مطلوب منها أنها حقيقة تقوم بأدوار كبيرة جدا. والآن الحمد لله نقول أن التواصل بين السودان ومصر الآن أفتح مفتوح، توجد الآن 3 طرق أسفلتية تربط السودان بمصر، طريق ساحلي وطريق غرب النيل وطريق شرق النيل اللي افتتح إن شاء الله في مارس القادم، ده بالإضافة للنقل النهري والطيران والنقل البحري. فهنالك اتفاقية الحريات 4 واللي هي تدي نفس الامتيازات للمواطن السوداني في مصر والسودان المصري والمواطن المصري في السودان، وأنا إن شاء الله احنا حنعمل على تفعيل هذه الاتفاقية، حتى أن المصري يدخل السودان وهو عنده حرية الإقامة وحرية التنقل وحرية العمل وحرية التملك، نفس الشيء للمواطن السوداني في مصر. لن يكون المصري مواطن غريب أو أجنبي في السودان، ولن يكون السوداني أجنبي في مصر إن شاء الله. هذه هي العلاقة الطبيعية بين السودان ومصر، وهذه الإرادة سياسية متوفرة للانطلاق بهذه العلاقة والوصول بها إن شاء الله إلى وضعها الطبيعي. نحن شاكرين لهذه الحفاوة والاستقبال والروح الطيبة والاستعداد للعمل سويا إن شاء الله. جزاك الله خير أخ الرئيس، ونحن معا وإلى الأمام إن شاء الله. شاكرين فخامة الرئيس إن شاء الله. الله يبارك.